لم ينفع ميليشيات قسد إيقافها للعمل بالتجنيد الإجباري كسبيل لتهدئة التظاهرات في مدينة منبج السورية، والتي تنتفض حاليا ضد ممارسات الميليشيات التي يعتبرها الأهالي امتدادا لحزب العمال الكردستاني. استخدام ميليشيات قسد للعنف ضد المتظاهرين من أبناء العشائر والقبائل العربية زاد من حدة التظاهرات التي تحدت حظر التجوال المفروض. لن نقبل بوجود أبطال الكرد بعد هذا اليوم. الله الأكراد العاديين خواننا، نسابتنا، جيراننا، أهل بلدنا، إحنا وهم متعايشين من مئات السنين. هذه المطالب باستقلال قرار المدينة ذات الطابع العربي تؤكد حجم المعاناة التي يعيشها أهالي منبج في ظل محاولات التغيير الديموغرافي التي تنشدها ميليشيات قسد التي تتهم بالعمل على مشروع انفصالي في سوريا. انتفاضة منبج ساندتها العشائر والقبائل العربية في أرياف إدلب وحلب وإعزاز، حيث أكدوا وقوفهم إلى جانب المنتفضين بإيقاف انتهاكات قسد المدعومة أمريكيا. اعتبار الأحزاب الانفصالية الكردية وأذرعها العسكرية مجموعات إرهابية تخدم مشاريع انفصالية وأجندات غير وطنية، ونطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم دعم المنظمات الإرهابية والتخلي عنها جملة وتفصيلا. ومع المهلة التي أعطاها المتظاهرون إلى ميليشيات قسد لإعادة المدينة إلى أهلها وإيقاف الانتهاكات، تبقى منبج اليوم على صفيح ساخن بانتظار حسم مصيرها عسكريا أو باتفاق سياسي يضمن حقوق أهلها.